وصلنا للمحطة الأخيرة من حلوة الحياة لليوم. اليوم مشاهدينا حكينا عن كتير مواضيع، حكينا عن الرشاقة، حكينا عن الموضة، عن التصوير وأسوج، حكينا عن زنزلخت، وهلأ رح يكون عنا محطة أرمنية تانية رح نحكيها مع مايكل فاييجيان، ميدل إيست ريبريزنتيف أوف أرامي آرت جاليري. بنستقبله سوا. أهلا وسهلا بمايكل فاييجيان بحلوة الحياة. أول شيء سؤال بديهي، شو هي الأرامي آرت جاليري؟ أرامي آرت جاليري موجود بأرمينيا، الجاليري تأسس سنة 2003. نعم. في بأرمينيا أكثر من 1200 رسام فنان مسجلين بنقابة الرسامين، ولكن أرامي آرت جاليري بتعامل مع 20 فنانين اللي عندهم international rewards and معروفين بعدة exhibitions اللي عملوها بالعالم. نعم. وplus لوحاتهم المعروضة بdifferent international museums like modern art of Paris and in London and in Tokyo. أكيد كمان بnational museum of Armenia. Arame Art Gallery عنده branches بLos Angeles, بLondon كEurope. And Middle East قررنا نفتح ببيروت. ليه ببيروت؟ لأنه لبنانية منفتحين أكثر، وبلس لبنانية بيقدروا الأرت أكثر، فلذلك في طلب بالجميزة؟ بالجميزة أواخر 2011 يعني قبل كم شهر. أها صدقتم. لكن بدنا نحكي عن حدث وهو Symphony of Colors. خبرنا عن هالمعرض. هلا Symphony of Colors، أول شيء why Symphony of Colors؟ Because الفن الأرمني فيه كتير colors، ألوان كتير، وأكيد في هارموني passion، عشان هيك حبينا نسمي Symphony of Colors. المعرض ببلش اليوم بعد شوي الساعة 7 بأسواق بيروت بسوق الذهب. ومعرض حيكون لست حزيران، كل يوم من 10 صباح لعشرة عشية، 10 مساء. هنعرض 64 لوحات فنية. هو اللوحات اللي عم نشوفهم من اللوحات المشاركة بالمعرض؟ نعم. 64 لوحات فنية ل 15 فنان أرمني. نعم. بذكر بعض أساميهم، جان كارزو مثلا، جانسيم عم نشوف الليتوغرافي. الفنانين اللي مشاركين يعني بيمثلوا أي أجيال؟ هل هن من الأجيال إجمالا؟ هن بيكوز لأنه هن ريوردد أرتست، إجمالا هن يعني 45 وطلوع عمارهم، بس في 4 فنانين لأول مرة حنعرضهم بلبنان. هن أرتور هوفانيسيان اللي هذيك السنة أخذ ريورد أوف بريزيدنت أوف أرمينيا، شوتا فوسكانيان، ليليت سوغومونيان، أندروميو ميليكيان اللي عمارهم ما بيتروح 30 سنة. كل الفنانين رح يكونوا متواجدين بلبنان ولا لا؟ لا، في فنان واحد اسمه مرات ماركاريان، هو بيعتبر ممثل artist of nature، لأنه بيرسم nature. الشجرة يمكن اللي قطعت، الشجرة اللي قطعت كأنها آدم وحوا، حسيت هذه الشجرة. It resembles success، نجاح بالحياة. بلس نحن عرضنا عملنا معرض هذيك السنة بيونسكو، وقبل سنة بجامعة هيجازيان، بس قررنا اليوم نعمل بعاصمة بيروت. تعرفوا يعني بيروت دائما بيقولوا بيروت مشاكل وحرق دولي، لا بيروت بنا هيك، بيروت عاصمة الثقافة يعني. وبعدها مشينا بشيل المعرض اليوم، واكيد مكمل باذن الله. اكيد يعني المعرض برعاية سفارة جمهورية ارمينيا. نعم. وكمان انا بحب اشكر ادارة سوليدير وادارة اسواق بيروت اللي كمان عملوا كل جهودهم لحتى يساعدونا بهالمعرض. نقيتوا يعني سبوت كمان جدا مهم بالعاصمة بيروت وبسوق الذهب، يعني كل قصدهم هنيك بيقدروا. وكمان الارت فيجراتيف اند ابستراكت ارت، نحن حبينا نعرض كل الارتس لانه لحتى نفرجي كل الركائن الفن الارمني. لا عن جد شيء رائع، يعني كل التابلو شفناهم شيء بوقف القلب، والالوان واللي شفناهم كمان كيف يعني هالتعايش بين هدول الالوان عطيوا هاللوحات الرائعه. مايكل اهلا وسهلا فيك بحلوه الحياه، وبنتشكركم على المعرض يلي عم بتقوموا فيه وعم تعرفون على الحضاره الارمنيه، مع ان نحن بغنى عن التعريف عن الحضاره الارمنيه. أكيد. لانه مثل ما بنعرف انه نحن متعايشين سوا ببلد واحد واللي هو اسمه لبنان. ان شاء الله الحياه تضل حلوه ان كان بلبنان ام بلاد العربيه، بس بالاخص بهالفتره شوي صعبه اللي قاطعين فيها
لبنان. على القليل نرجع بكرة نلتقى فيكم مشاهدينا بموعد جديد بإذن الله. باي باي.